اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه بلقيس لحلقه جديده من برنامج المنصه. الواقع المرير والحياه في ظل الحرب وحكم الميليشيا وقمعها للمواطنين والفساد السياسي امور دفعت بالكثير من افراد المجتمع الى التعبير عن رفضهم لما يمارس بحقهم. اتخذ الرافضون لهذه الممارسات كثير من الاساليب التعبيريه، كانت السخريه ابرزها. برزت السخرية إلى السطح مؤخرا بشكل كبير كردة فعل رافضة للواقع المر الذي يعيشه المجتمع، وأصبح هذا الأسلوب سلوك يومي، حيث بات الناس يتبادلون النكات السياسية الساخرة من واقعهم في المجالس اليومية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تكاد توجد وسيلة إعلامية ابتداء بالصحف ووصولا إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية إلا وتحتوي على برامج ساخرة تنقل مرارة الواقع بشكل تهكمي. عن دور السخرية في مواجهة سياسة الميليشيا الانقلابية والفساد السياسي في الحكومة الشرعية وأيضا مواجهتها لأفكار الجماعات المتطرفة سيكون محور حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في الموضوع، نذهب لمشاهدة التقرير الذي عده الزميل عمر النهمي حول الموضوع. والله جلساك بالصدفة مع أبو سند، قال في موضوع مهم ما أدري إيش. أبو سند حياك الله. والله إني كثرة الأبو أبو أبو أبو. الساركازم هو التهكم اللاذع والسخرية المريرة، ويعتبر الوسيلة التعبيرية الأكثر انتشارا وتداولا بين الناس، إذ أصبحت متنفسا نقديا يكترفه شيء من الخيال والخفة والجمال. تتخذ السخرية السياسية عدة قوالب، قد تأتي على شكل رسم كاريكاتوري أو برامج تلفزيونية أو كتابة سردية أو شعر أحياناً. ظهر هذا النوع من النقد نتيجة اشتداد أوجاع الناس وتوالي الأزمات عليهم، مما دفعهم إلى الهروب لنسج النكات وإنتاج القصص الطريفة التي تضحكهم وتخفف من معاناتهم وتروح عنهم من قسوة وبطش الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الفاسدة والمتاعب التي يواجهونها. سنبدأ اليوم في هذا المجلس نتكلم عن قصص وروايات. يتميز الأسلوب الساخر في نقد سياسات فساد الحكومة أو أفكار الجماعات المتطرفة بسرعة الانتشار والتداول الواسع بين أفراد المجتمع. مؤخراً أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من النكتة الساخرة، ولا تكاد قناة تلفزيونية تخلو من برنامج ساخر، وقد ظهرت برامج عديدة على القنوات كبرنامج ولا نخز على قناة بلقيس، وهو برنامج ساخر يسلط الضوء على خرافات الفكر السلالي، بالإضافة إلى برنامج عكس خط الذي تعرضه قناة يمن شباب كل شهر رمضان، وكذلك برنامج غاغا على قناة سهيل. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فقد ظهرت الكثير من الصفحات الساخرة، لعل أبرزها صفحة نقابة الموالعة اليمنيين التي جاءت كردة فعل ساخرة لغياب منظمات المجتمع المدني واختفاء العمل النقابي من على الساحة بفعل قمع الميليشيات الانقلابية. تبقى السخرية السياسية الملاذ الأخير للمقموعين والمسحوقين بالأزمات والظلم، يلتقطون بها أنفاسهم ويدركون في نفس الوقت أنها لن تغير من واقعهم الكثير، سوى أنها تفتح نوافذ يخرجون من خلالها القهر على شكل ضحكة، وكأنهم يقولون للواقع الذي سحق حياتهم: بإمكانك أن تصادر حقنا في الحياة الكريمة، لكن ليس بإمكانك أن تحرمنا حقنا في السخرية منك. إذن تابعنا هذا التقرير عن موضوع الحلقة، السخرية السياسية ومعالجة قضايا المجتمع. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة، وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر في صفحة القناة على الفيسبوك. لدينا اتصال أخ وليد. مرحبا عزيزي، مساك بالخير والمشاهدين. أخ وليد أهلا ومرحبا بك. ما دور باعتقادك دور السخرية السياسية في مواجهة سواء الميليشيا الانقلابية أو الفساد الموجود في الشرعية، وأيضا مواجهة الأفكار الجماعات المتطرفة؟ أتصور أن السخرية السياسية في الحياة السياسية المختنقة والمسدودة التي يعيشها اليمنيون ألجأتهم إلى ابتكار وسائل أخرى لمواجهة اللامعقول، تغول اللامعقول المتمثل بهذه الميليشيا بدرجة أساسية.
اللا معقول واللا مقبول ورفضه بطريقة ربما تكون أقل كلفة، وبالتالي فاليمنيون حينما يلجؤون إلى هذا الأسلوب الساخر هم ينفسون عن غضبهم شيئا ما، كذلك يعمقون الوعي يعني بين صفوفهم، لأن النكتة السياسية هي لا تكون فقط للتنفيس وإنما لتغرس الوعي وتعمق الوعي بالأسلوب الضاحك، كذلك هي تكسر أو تتجاوز السور المزيف الذي تريد الميليشيا الانقلابية يتحدثنا عنها أن تبنيها، أن تبني حول نفسها سور القداسة، سور المنعة، فيلجأ اليمنيون إلى إسقاء يتعدي هذا السور وإلى النيل منها بالنكتة وبالتعليقات الساخرة. طيب أخ وليد، هل هناك تأثير يعني هذه السخرية هل تترك تأثير ربما وتغير شيء في الواقع؟ هي لا تقلب، لا تغير الواقع، ولكنها تسهم في زيادة الوعي، تكسر حاجز الخوف عند الناس، تكسر الهالة التي يعني تحاول هذه الميليشيا أن تضفيها على نفسها وتمنع الناس من الاقتراب منها، وهذا كله يصب في مواجهة هذا الاختلال الأكبر الذي مر على حياة اليمنيين. في المقابل بالطبع لابد أن تكون هذه السخرية السياسية سخرية سياسية واعية، لأن الميليشيا بالإمكان أن يعني تستخدم أيضا سخرية سياسية مضادة تعمل على تلميعها بشكل غير مباشر وعدم التركيز على المسائل الرئيسية في الاختلال المتمثل فيها لتجعل الناس تطبع معها. فالذي يعني أدعو إليه في من خلال الناشطين، من خلال العاملين في هذا اللون من يعني العمل الإعلامي، العمل التدويني، نشاط التواصل الاجتماعي، أن ينتبهوا لهذه الجزئية وأن يكثفوا وأن ينسقوا من حملاتهم ضد الاختلالات التي يواجهونها ابتداء بالميليشيا ولما تشكله من تحدي أكبر أمام حاضر اليمنيين ومستقبلهم، ولا ينسوا أيضا الاختلالات التي تأتي من طرف الشرعية وعجزها وتهابط بعض أفرادها على الوظائف مرورا بالعبث الذي يقوم به التحالف الذي جاء من أجل إزالة الانقلاب وإعادة الشرعية، فإذا به يمارس على الأرض دورا مغايرا ومناقضا وصولا إلى ربما أدوار عدد من الدول التي أتت لتحرر اليمن تحت لافتة تحرير اليمن من يعني قبضة انقلاب داخلي مدعوم خارجيا من بعض الدول المحيطة، فإذا بها تتحرك على الأرض للسيطرة على الموانئ ونحو مقدرات البلد. أشكرك جزيلا أخ وليد. اتصال آخر، زينب من صنعاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو زينب، كيف تقيم دور السخرية السياسية اليوم في معالجة قضايا المجتمع وربما الحدث الأبرز في التاريخ اليمني الآن في الفترة الحالية الانقلاب؟ أعتقد أنه السخرية السياسية شيء مهم جدا، بحيث أنه تعبر عن مشاعر الشعب وتوصف معاناة الشعب بطريقة سهلة و يعني توصل معاناة الشعب، بحيث إنه الإنسان المواطن العادي يفرق ضحكه بطريقة يعني بالسخرية هذه،
فيفرغ مشاعره بشكل عام، بيفرغ مشاعره بعد التفريغ هذا، فيحصل له ايش؟ تفكير عميق باللي يحصل معاه واللي يعني باللي يعاني بشكل عام. طيب تأثير هذه السخرية، هل تستطيع أن تغير شيء من الواقع؟ مدى تأثيرها؟ تستطيع حتى فعلا هي تغير، حتى نلاحظ ايش حصل مثلا في مصر، ما حصل في مصر بفترة معينة بعد مرسي، البرامج الساخرة التي يعني كانت موجودة في هذيك الفترة عملت يعني شد يعني قومت الشعب على النظام المرسي. هل تسمعني؟ اسمعك تفضلي. الو اسمعك. فاذا يعني هي قوم يعني بشكل عام انها تثير الشعب او مش انها تكون ضد النظام الحاكم، او هي سلاح مهم. انا اعتقد انها سلاح مهم انه فعلا. طيب هل تحرصي أنت على متابعة ربما برامج ساخرة، صفحات وسائل موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي معينة بشكل معين تتابعيها؟ أيوة أتابع. نعم، مثل لو تسمي لنا البرامج مثلا الأستاذ محمد الربع عنده أسلوب ساخر رائع، إنه يوصل فكرته ويوصل معاناة الشعب بطريقة سهلة، و أسلوبه رهيب، يعني أسلوبه الساخر مهم جدا. بس محمد الربع يعني؟ نعم هذا. في باقي في مجموعة آخرين يعني، هو سيكون ضيفنا على العموم. طيب شكرا لك زينب. شكرا لك زينب. اتصال اخر، الاستاذ عبد الله الحرازي هو معيد برنامج ولا نقص ويذاع على قناه بلقيس. اهلا بك استاذ عبد الله. يا مرحبا بك وبجميع المشاهدين، مشاهدي بلقيس عموما وبرنامج المنصه على وجه الخصوص. استاذ عبد الله، السخريه السياسيه في اليمن تلفزيونيا الى اي حد هي مؤثره؟ بكل تاكيد انها تصنع تاثيرها في وسط الجماهير والمتلقي، لانها تعبر عن حال الناس والوضع الذي وصلت إليه الأحوال في البلاد، وطالما هي معبرة فستكون مؤثرة. كلما اقتربت من معاناة الناس ومن أوجاعهم ومحاولة يعني الانتقام عبر الابتسامة لهذا المواطن المقهور، كلما كان لها تأثيرها ووصلت. طيب حدود هذا التأثير، يعني مثلا عندما تتعامل مثلا نقول الانقلاب الحدث الأبرز ربما، إلى أي حد السخرية السياسية إذا كانت مؤثرة هي تغير من قناعات الناس وربما تدفعهم لاتخاذ موقف معين وتضعف الطرف الآخر الذي هو هدف لهذه السخرية؟ هذا هو مثال جيد ومثال واضح وناصع على أهمية وتأثير السخرية السياسية من الانقلاب، لأنه هذا الانقلاب مبني على حالة من صناعة القدسية والهالة لرموزه من المجرمين وتقديمهم ك يعني أقدار إلهية وتقديمهم كحاكمين بأمر الله. ومن هذا المنطلق استطاعت السخرية السياسية أن تضرب هذا الهدف المقدس للإنقلابيين في مقتل، وأن إذا جاز التعبير يعني تقوم بمرمطة هؤلاء الرموز وإنزالهم إلى القدر الذي يستحقونه كبشر من أسوأ أنواع البشر. طيب هناك برامج إذن تلفزيونية، هناك أيضا انتشار ونشاط للسخرية السياسية ربما في وسائل التواصل الاجتماعي، تتابع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تقييمك لما ينشر هل هو مؤثر أيضا؟ بلا شك، يعني يتعاضد وسائل التواصل الاجتماعي مع ما تقدمه التلفزيونات من برامج، واستفادت إحداهما من الأخرى. وموضوع السخرية هو ليس وليد اليوم، فقط الوسائل هي التي تغيرت، التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الوسائل الأسرع لانتشار الفكرة وإيصالها للناس، وإلا فالسخرية السياسية هي حق يعني انساني اصيل ومكفول وموثق ايضا تاريخيا. طيب استاذ عبد الله، الجمهور اليمني تعدد المناطق واللهجات والعادات والتقاليد، هل هذا هو التحدي الوحيد لمن يعمل بالسخريه السياسيه؟ ما هي التحديات امام وصول الرساله لاكبر شريحه ممكنه ربما؟
تحديات كثيرة جدا، لا تبدأ بمسألة اللهجات ولا تتوقف عند مسألة الحساسية السياسية و يعني كمية المتناقضات والصراعات والتحالفات التي تتغير على مدار اليوم في الواقع المعقد لليمن. المحاذير كثيرة، لكن كما قلت في البداية، كلما اقتربت من آلام الناس وكلما انحازت للناس كلما وصلت، هذا هو المعيار الأساسي. بقية المحاذير هي أن لا تصل إلى مستوى الإسفاف، أن لا تتحكم على الأشخاص كونهم أشخاص، وإنما على أفعالهم وعلى جرائمهم أو على أخطائهم، وأيضا مراعاة أن لا تنسحب السخرية على فئة عريضة من الناس لمجرد كونهم من منطقة معينة أو من انتماء معين مع موضوع السخرية. فبالتالي هذه المحاذير يجب أن تكون حاضرة وماثلة أمام من يتطرق لمسألة السخرية السياسية. وكما قلت، المسألة أشبه ما تكون بالسيف في حقل ألغام، ربما تفهم الأمور وتنقلب، يعني يسيء الإنسان من حيث أنه يقصد الإحسان وينقلب السحر على الساحر، وبالتالي يتحول الموضوع إلى يعني يتحول المسيء إلى ضحية، ويستعين بآخرين يتدثر بهم لكي يدرع عن نفسه التهكم. طيب، سؤال أخير أستاذ عبد الله، كمتابع ومهتم في هذا المجال، أي من المنصات أو البرامج الساخرة تتابع وتعتقد أنها الأكثر اهتمام ومتابعة من قبل الجمهور اليمني من وجهة نظرك؟ تقصد بالمنصات وسائل التواصل أو برامج التلفزيون بشكل عام أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك؟ نعم، أنا أتابع كل ما تيسر لي، وبطبيعة الحال متواجد في وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى هل ممكن تسمي لنا بعض الأسماء المؤثرة؟ أسماء بأسماء أشخاص أم أشخاص برامج؟ والله الأسماء القائمة طويلة، والمجال يتسع كل يوم لأسماء جديدة. لو بدأنا من فهد القرني إلى محمد الأضرعي إلى محمد الحاوري إلى محمد الربع إلى كرم باحشوان إلى يعني محسن، لا أتذكر لقبه، يعني هناك مجموعة كبيرة. هناك أيضا مجموعة من الكتاب الساخرين الذين يحظون بمتابعة، مثل مروان كامل ومثل محمد الوشري آخرين. يعني أقصد القائمة كبيرة، وأصبحت المسألة ليست حكرا على فئة معينة. بإمكان رجل الشارع الاعتيادي أن يتحكم بطريقته، وتصل عبر المشافهة ما يقوله أو ما يكتبه. أحيانا يعني الواقع أشد سخرية وكاريكاتورية من أي خيال جامح يمكن أن يعبر عنه، وبالتالي أصبحت المهمة صعبة في الحقيقة في التعبير بالأسلوب الساخر والتهكمي عن واقعنا الذي يزداد كل يوم يعني سخرية ومأساة أصبحت أكثر من سوداء للأسف. أشكرك جزيلا عبد الله الحرازي، المعد في برنامج ولا نخس والناشط والصحفي المعروف. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. اتصال آخر، محمد الربوع الإعلامي المعروف الساخر، أهلا بك محمد. يا أهلا وسهلا أستاذ سامي، وشكرا على إتاحة الفرصة. والله شوف، كان معنا اتصال من إحدى المشاهدات من صنعاء، فربما سألتها قلت له من أكثر ربما من يعمل في مجال السخرية السياسية متابعة من قبلك، فقالت محمد الربوع دون استثناء. باعتقادك لماذا اليوم أنت ضمن قائمة الأبرز في مجال السخرية السياسية؟ ما هي الوصفة لماذا محمد الربع متصدر؟ والله أنا لا النجوم الفن الساخر أصبحوا كثير، وأنا واحد منهم، ولا أصنف نفسي أنني متصدر وكذا. هناك الشباب الكثير والإعلاميين والكتاب والناشطين لهم باع في هذا المجال، ومنهم من سبقني يعني بأعوام في هذا المجال، لكن ربما أنا يعني أحاول أنه لا أنقطع كثيرا، أشتغل يعني باستمرار لمدة ما يقارب الآن 6 سنوات أو 7 سنوات. أما الفن الساخر فهو أصبح في متناول الجميع، وأصبح حتى المواطن البسيط يصنع النكتة ويهدفها ويسيسها، ويعني وصرنا نحن أيضا نستفيد من الناس جميعا. طيب، في المجتمع اليمني اليوم من المصدر للآخر؟ هل البرامج الساخرة، هل النشطاء في مجال السخرية السياسية هم المصدر، أم المواطن؟ هل أنتم تستمدوا منهم هذه النكتة، هم يستمدوا منكم؟
ماذا عن العلاقة؟ نحن وإياهم نستمد النكتة من واقعنا، واقعنا هو الذي يجعل الوضع أقرب إلى النكتة. يعني يقول لك إذا انتشرت النكتة السياسية في أي مجتمع فاعلم أن هناك من المعاناة الشيء الكثير. صحيح. النكتة السياسية هي يستخدمها المواطن من باب أحيانا أن تكون لانتزاع حق مثلا شخصيات معينة أو رموز معينة لم يستطع الانتقام منهم أو لم يستطع الوصول لهم، فيثأر لنفسه ولو بالنكتة هذه، فيصنع فكأنه من يعني من باب التنفيس، من باب أخذ الثار، بالإضافة إلى أن أصبحت فن وأدب يسمى الأدب الساخر، يعني أصبحت فن من الفنون، والكتابة الساخرة أصبح لها كتابها ولها فنانوها وأصبحت لها يعني أساسياتها، فلم يعد الأمر مجرد نكتة أو سخرية لمجرد السخرية، لا، أصبح فن راقي وهادف وله أهداف وله تأثير كبير وله مضمون ورسالة. طيب، ونحن نسأل عن حدود تأثير السخرية السياسية، هل هناك تأثير حقيقي يعمل على التغيير في الواقع، أم ربما ينتهي هذا التأثير بإلقاء هذه النكتة أو المقطع في وسائل التواصل وينتهي بالضحك ربما يحدثه عند الجمهور فقط؟ من حيث التجربة، الفن الساخر والنكتة هي صناعة صعبة، يعني أن تنتزع خصوصا في واقع، لأنه الواقع مأساوي ومحزن وأحيانا قضايا مؤلمة، كيف تنتزع هذا، تنتزع الضحكة والابتسامة وتلقي عليهم مآسيهم ولكن في قالب مختلف. الصعوبة هو أن تحول هذه المآسي وتوصلها للناس في قالب مختلف وقالب كوميدي. السخرية والسياسية تأثيرها أصبح كبير، ولا درجة أنه ممكن حتى الناس إذا ذكروا بموقف أو كذا يقول كم في واحد أو كم في كذا أو حصل كذا، يعني يلجأ إلى النكتة كاستشهاد. النكتة مؤثرة وأحيانا تغير قناعة ولكن بصورة مبسطة، وهي قوة ناعمة توصل إلى الناس بشكل سلس وتوصل أهدافك. ربما احيانا لا يستطيع يعني خطيب مسجد او 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 او, أو شكل معين من الـ من الـ من, الـ من تاديه الرساله ان يوصلها مثل ما تؤديها النكته الساخره او الشيء المسيسه والمؤتفه. طيب، اي الظروف هي مناسبه اكثر وافضل كمجال لعمل وتاثير السخريه السياسيه، هل وضع الاستقرار ام ربما الوضع المضطرب غير المستقر، ربما إلى حد ما الواقع الذي نعيشه الآن؟ أنت ربما عملت في السخرية السياسية بعد ثورة 11 من فبراير بعد عام 2011، كانت الأمور إلى حد ما مستقرة، أي الأوضاع والبيئة هي مناسبة أكثر لعمل السخرية السياسية؟ السخرية السياسية تعتمد بشكل الرئيسي على سقف الحرية، مهم أن يتواجد هناك سقف للحرية لكي يصل الفنان أو الساخر أو الكاتب أو الناشط يوصل رسالته وهدفه. سقف الحرية أولا هو الأساس، بالإضافة إلى المعطيات والأدوات التي يستطيع منها مقدم البرنامج أو صاحب الموهبة أو الناشط في هذا المجال أن يوصل رسالته، لا بد من إمكانيات، بالإضافة أيضا إلى الشعور بالاستقلالية وأن لا يكون مرتبط بجهة أو ما يملى عليه. عندما يكون مجرد يعني فوق لغيره أو لا يعبر عن أهواء الناس لن يستمر، لا يستمر إلا من اقترب من الناس. طيب، الساخر السياسي هل يستطيع أن يعمل باستقلالية دون تأثير من أي طرف يموله ربما؟ لأنه معروف عن السخرية السياسية تحتاج إلى إنتاج وتمويل ودعم، لأي أحد قادر أن يعمل بعيدا عن هذه الظروف والضغوطات؟ نعم، لا، مثل هذه البرامج لازم أن يكون لها داعم أو ممول، فأحيانا الجهة التي تعمل لديها أو القناة تتمتع بسقف من الحرية، تتمتع لا تملي عليك شيء، لا تفرض عليك قول شيء، هذا مناخ جيد أن يبدع الفنان والمؤدي في هذا المجال. أما إذا أصبح قول وقول وقول فلن يصبح فنان، فسيصبح مجرد قارئ لأفكار غيره. طيب، من ينافسك يا محمد الربع في اليمن في السخرية السياسية؟ والله أنا أستفيد من كل الموجودين، لا أعتبر نفسي منافس لهم بقدر ما
طالب عند الأستاذ محمد الأضرعي والحاوري وعند الأستاذ عبد الله الحرازي وكرم باحشوان وكل هؤلاء الشباب وأستفيد منهم وأخذ من وأحيانا أستفيد من المواطن البسيط. أحيانا الطرافة ليست محصورة فقط أنا ممكن أستطيع قولبتها وإبرازها للناس، أما النكتة السياسية والتهديف وإيصال الرسالة أصبح المواطن بنفسه يصنع نكتة وتصنع في الواتس وغير الواتس نكت من يفوقنا في 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 تقديم هذا الفن. أشكرك جزيلا محمد الربع الإعلام الساخر المعروف، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج المنصة. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف رسام الكاريكاتير المعروف رشاد السامعي، أهلا بك رشاد. أستاذ رشاد، طيب سنعود للأستاذ رشاد السامعي، إذن يمكن أن نذهب لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الفيسبوك حول الموضوع. هيثم الجرادي يقول السخرية السياسية هو السلاح الصامت في مواجهة التطرف لميليشيا الانقلاب، بالإضافة إلى أنها تمتاز بسرعة التداول والانتشار والترويج في المجتمع اليمني، ويلجأ في الغالب إلى استخدام السخرية كوسيلة للتعبير عن الرفض وعدم القبول بفكر وممارسات وتجاوزات وانتهاكات ميليشيا الانقلاب. مجاهد يقول دورها أعتقد أنه يذهب لصالح الجماعات الإسلامية ويعزز دورها بعكس ما يتطلب من السخرية السياسية، فلم تصل مجتمعاتنا بعد لمثل هذا الفن كفن يضاعف من الوعي الجمعي بقدر ما يعمل هنا على تسطيح الوعي الجمعي، هنا المشكلة. سهيل يقول تعتبر جزء من التوعية ومن الواقع لإيصال الفكرة عن همجية هذه الجماعة وتصرفاتها مع المجتمع. غالب النقد الساخر هو دعوة لأصحاب الفكر المتطرف أن يعيدوا النظر في حقيقة فكرهم. النقد الساخر من وجهة نظري هي الحرب الباردة لمواجهة الفكر المتشدد والذي يبيد بلداننا ومجتمعاتنا. أبو عزام، أولا مهما سخرنا من الحوثة ومهما انتقدناهم فهذا لا يؤثر فيهم بسببين، الأول أنهم بلا دم، السبب الثاني بأنهم في الواقع يسخرون مننا، أخذوا وظائفنا وجالسين نسخر عليهم بمنشورات، أخذوا أطفالنا وإحنا برضو نتمسخر، أخذوا الدولة والجيش والقبائل وإحنا لازلنا نتمسخر، وآخرها أخذوا عفاش وزمرته والمؤتمر والجامع وإحنا نتمسخر عليهم. أخشى ما أخشى أن يقوموا بأخذنا كلنا، فمن سيبقى لهم ليتمسخر عليهم؟ باهر يقول السخرية السياسية سلاح ذو حدين، إما فعالة في التأثير الإيجابي أو تجعل الجرائم مستظرفة. كلام. مريم تقول السياسة أفضل طريقة لنقدها هي السخرية لأنه يسهل تقبل النقد الساخر سواء كان في السياسة أو في الدين، والأسلوب الساخر تأثيره أقوى. أروى تقول إذا الجهة التي تنتقدها لا منطق ولا فكر مستنير لديها فصدقني أي نقد تقدمه فما له الفشل، فعقول كهذه لا تتقبل النقد ولا تعتبره لغرض الإصلاح والبناء وإنما تأخذه على محمل شخصي وتعتبره عداء وشرارات حرب تجاهها. طيب تنضم إلينا أيضا عبر الهاتف سمية علي من الأردن، عضوة فيما يعرف على وسائل التواصل بنقابة الموالي على اليمني، أهلا بك أخت سمية. أهلا وسهلا. ليش نقابة الموالي اليمنية ما سر انتشارها بين الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى أي حد حققتم شيء من أهداف هذه النقابة؟ اعتمدت نقابة الموالع السخرية من واقع أكثر سخرية يعني، وهو نوع النقد الساخر الهادف والجريء والذي يسعى أولا للنهوض بالمشهد السياسي ويحظى باهتمام فئة كبيرة من الجمهور اليمني، حيث أن نقدنا يتناول أوجاع المواطن والقضايا المهمة بقالب ساخر يحول الخبر السياسي إلى كوميديا سوداء تحمل بطياتها رسالة مبطنة أو مباشرة تسعى للانتفاضة من الظلم وكسر الهيمنة والقداسة المزعومة البائدة التي تسعى لها جماعة سلالية كهنوتية عصرية مثل الحوثي. طيب نقابة الموالعة اليمنية، وأنا أتحدث معك الآن سمية كعضوة يعني في الموضوع، إلى أي حد هذا غريب أو مقبول عند الناس؟ سواء كنا يعني سواء كان المستمع لي الآن أو كنت أنت أو أنا، سواء كنا مع القات أو ضده، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أنه في داخل كل منزل يمني هناك شخص يعني يتعاطى القات أو يخزن القات، هناك شخص ما نسميه باليمنية بالعامية مولع عقاب يعني،
فهؤلاء الفئة يعني لنقل 80% أو يعني تقريبا يعني الشعب اليمني كله يتعاطى القات، فبالتالي التفافهم حول هذه الشجرة والتفافهم حول فكرة النقابة كان مبدأ إنه التفافة شعبية أو لرفض أيضا من جهة النقد الساخر لرفض الوضع الحاصل والحصار والكبت وبطش جماعة الحوثيين التي تحاول يعني أن تكمم الأفواه وتسلبنا حرياتنا. طيب حدثينا قليلا عن فكرة نقابة الموالعة، ما هي؟ هل هي صفحة فقط على الفيسبوك؟ هل ما هي أدواتها في السخرية السياسية؟ ما هي أنشطتكم؟ يا عزيزي، أنا أولا هنا صحفية أعمل في مجال الصحافة، صحافة حقوق الإنسان، ولكن في كل ما التقيت بناس أو بيمنيين أو بمجموعة صحفيين، نحن نتعرف كأعضاء نقابة الموالعة أكثر منا كصحفيين أو كشيء آخر، فقط لأنه جمعتنا فكرة النقد الساخر وحبنا لرفض لتلك فقط ما يجمعكم النقد الساخر أو القات وتناول القات؟ لا، تناول القات أنا في الأردن، لا تناول القات، وإنما فكرة القات من جهة القات هي يعني فكرة حرية. يعني هناك ناس بنظري من ينظر إلى القات كفكرة متخلفة وما إلى آخر من تأثيراته. طيب الكحول أيضا، يعني هل الكحول فكرة راقية أيضا وتأثيراته التي نعرفها وإلى آخر، يعني لا خلاف خلاف. يعني لا نستطيع أن نقول على نبتة، يعني هي أعتبرها حرية شخصية. وهذا رأي. طيب ما هي الأدوات من خلالها تعملون أنتم في نقابة الموالعة للسخرية من الواقع؟ من خلال أي أدوات؟ هي فقط صفحة للسخرية من الواقع، للسخرية من كهنوت جماعة سلالية، أيضا لنقد الساسة ولنزع عنهم أو للتعامل مع السياسيين ومساءلتهم وانتقادهم باعتبارهم أشخاص عاديين وليسوا منزهين عن الخطأ، سواء هذول الأشخاص أتكلم عن المسؤولين حتى في حكومة الشرعية، ورانا انتقادنا لسياسي أو لأخطاء السياسيين ليس انتقادا للدولة أو لكيان الدولة، وإنما انتقاد لشخص يرتكب الخطأ. أما من جهة أخرى انتقادنا أيضا لممارسات الحوثي وانتهاكاته وبطشه بحق الشعب، يعني أصبحت متنفس. أريد أن أنوه أخي أنه صفحة نقابة الموالعة النكات الساخرة والنقد الساخر التي تطلقه ليس فقط حكرا على فيسبوك، إنما أحيانا أجده يصلني عبر الرسائل والواتساب، أجده بتويتر منشوراتنا التي ننشرها بالصفحات، يعني متداولة بشكل غير طبيعي يعني بين فئات اليمنيين حول العالم، يعني مش بس اليمنيين الذي في اليمن، يعني أنا في الأردن. طيب الآن سمية، أنا فتحت صفحتكم على الفيسبوك، ربما المنشورة الأخيرة خلال هذه الأيام هي مركزة فقط على أزمة القات. إن أزمة القات الآن يعدونها كجزء من أزمة سياسية، يعني هي عبارة عن إيش؟ نحن كيف نقص نجعل الموضوع سياسي بقدر ما هو أيضا اجتماعي يعني. طيب كظروف وكتوقيت زمني، هل ربما الوقت الحالي هو الأنسب أكثر لمجال السخرية السياسية؟ طبعا، إنه الآن هو أكثر مجال مناسب، حيث إنه الآن السخرية السياسية هي التي تحلق بأذن المتلقي وتصل للعامة أكثر. يعني الآن طبقة المثقفين أو النقد السياسي الأدبي لا يصل إلا للمثقفين ويقف عندهم وربما يموت بفترة معينة، ولكن النقد السياسي الساخر يصل إلى كافة الشعب، إلى عامة الشعب الأمي الجاهل المثقف، ويعلق بأذهانهم ويظل مستمر بكل مكان. يقال أنه لكل مقام مقال، إلا النقد السياسي أو النقطة السياسية أو النكات بشكل عام التي نطلقها، إلا هذه أو بشكل عام النكتة ليس لها مقام معين، هي دائمة بكل مقام ومقال. يقال. أشكرك جزيلا سمية علي، كنت معنا من الأردن، عضوة في نقابة الموالعة اليمنيين صفحة ساخرة، وكيان يمارس السخرية السياسية أيضا إلى جانب العديد من الكيانات في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك سمية. أعود مرة أخرى للأستاذ رشاد السامعي، رسام الكاريكاتير المعروف. أستاذ رشاد، أهلا وسهلا بك. أهلا سامي، مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناة الكيف. أستاذ رشاد، رسم الكاريكاتير ربما من الفنون الأبرز في اليمن، ربما في مجال السخرية السياسية، بعد التطور الذي حصل مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية الساخرة، في أي موقع
ربما الرسم الكاريكاتير يأتي ضمن أدوات السخرية السياسية اليوم. عفوا يا أخ المقطع الأخير من السؤال بس. أستاذ رشاد تسمعني؟ المقطع الأخير من السؤال ما سمعتش تمام، مؤخرا بالتطور الحاصل مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وظهور ايضا البرامج التلفزيونيه الساخره، رسم الكاريكاتير في اي ترتيب يمكن وضع رسم الكاريكاتير كاداه من ادوات السخريه السياسيه اليوم؟ هو احد الوسائل يعني اللي يمكن الواحد يستغلها في السخريه. الكاريكاتير طبعا بطبيعته هو فن ساخر، لكن طبعا مش فن مضحك. الغرض من السخرية النقد، يكون في قضية يعني قضية معينة تعالج موضوع معين. الكاريكاتير طبعا هو حصل فرصة بمواقع التواصل الاجتماعي لأنه المتنفس الوحيد الآن أعتقد. ما في أي مجال آخر أنه واحد ينتقد أي قضية إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، اللي طبعا حتى مواقع التواصل الاجتماعي حصلنا فيها مشكلة الفترة الأخيرة هذه. أنت تعرف أنه توقف فترة المواقع بشكل عام توقفت والانترنت توقف، فكان في مشكله انه واحد يوصل صوته. طيب انت تقول ان الرسم الكاريكاتير لا يحدث ضحك، ربما يحدث ابتسامه على الاقل عندما تشاهد رسمه كاريكاتيريه وتعليق. هو اساسا هو فن ساخر اصلا، والمفضل طبعا انه يكون يقدر القارئ انه يضحك، بس الضحك مش لمجرد الضحك بس. لازم يكون في قضية معينة. الضحك هذا كمرحلة أولى، يعني هي القارئ إنه يتعمق في الكاريكاتير ويناقش الفكرة المطروحة. يعني مش بس يضحك وخلاص وانتهى الموضوع، لا، في قد يكون طبعاً وراء الضحك ألم ووجع، خاصة في الأيام هذه أيام حرب، وتعرف أنت المشاكل اللي تحصل. أكيد القضية اللي بنناقشها قضية قوية ومؤلمة، فما يمنعش إنه واحد يسبق بابتسامة عشان يطرح الفكرة اللي يشتيها. طيب عندما تأتي لك الفكرة لرسمة كاريكاتير، يعني ما هي كواليس هذه الفكرة حتى تخرج إلى النور على شكل رسمة؟ يعني نشوف الأحداث، أبرز الأحداث اللي تحصل، نشوف الكميات التناقضات اللي تحصل حولنا، ونحدد إيش القضية المهمة اللي هي على السطح الآن، نحاول نحن نبرزها. يعني كمتابعة كتوثيق، يعني الكاريكاتير هو يعتبر توثيق القضايا اللي تحصل. في كاريكاتير آني يعني يعالج قضية الآن موجودة وقد ينتهي بعد وقت قصير. في كاريكاتير طبعا يستمر لسنوات، وفي ناس يحتفظوا بالكاريكاتير طبعا لسنوات بذاكرتهم. أيوة. طيب أستاذ رشاد، لماذا عدد الرسامي الكاريكاتير في اليمن عدد قليل؟ التطور الذي حصل أيضا في مجال الرسم الكاريكاتير، هل رسامي كاريكاتير اليمن واكبوا هذا التطور؟ بالنسبة لعدد الرسامين، أنا أعتقد أنه لصعوبة الفن، فن الكاريكاتير هو فن سهل ممتنع، يعني صعب جدا أنه واحد يكون رسام كاريكاتير. كيف تختزل الفكره وكيف توصل الخطوط، حاجه يعني صعبه، وبنفس الوقت سهله. يعني اللي يشاهدها يقول الكاريكاتير سهل جدا، بس هو بنفس الوقت متعب ومجهد ويحتاج الى وقت ويحتاج الى تفكير وتمحيص. ايوه، وعشان كذا اقول لك يعني رسامين الكاريكاتير محدودين، والمحدودين هذا ايضا في منهم فاعلين وفي منهم يعني طيب مش فاعلين، يعني الفاعلين قليل جدا، اعتدوا على يد الاصابع. طيب ونحن نسال عن الفاعليه، اهم رسمه كاريكاتير بالنسبه لك قد تكون مؤثره وسببت لك مشاكل او ازعاج او مضايقات او تهديدات؟ يلا بالنسبه لهذا الموضوع لا تسالنيش الان، لانه معظم الرسومات يعني في كثير من الرسومات خلقت نوع من الجدل مثلا وردات الفعل، بس هو اصلا اساسا الكاريكاتير هو كذا، يعني واقع كذا. مثلا لو تسمي لنا بعض معظم الرسومات الان، معظم الرسومات الان اللي تناول الحوثيين يدخلوا معلقين، طبعا خاصه احنا ننشر في الفيسبوك، فكثير من المعلقين يدخلوا يقيموا الرسم ويغلطوا يعني بكلام مش تمام وكذا، فنتوقع الحاجه هذه طبيعي يعني ما فيش. هو الكاريكاتير اساسا اذا ما خلقش
رده فعل، فهو انا اعتقد انه كاريكاتير فاشل مش كاريكاتير، لازم يكون في رده فعل ولازم الرسام نفسه يتوقع، لازم جزء من يكون في جزء من المخاطر يعني يتوقع الرسام طبيعي جدا. اشكرك جزيلا استاذ رشاد السامعي رسام الكاريكاتير المعروف، شكرا لك. اتصال اخر ايضا من السعوديه الاخ عماد الشيخ، اهلا بك عماد. عماد اسمعني من الهاتف لو تكرمت، بالنسبة لك كتعليق، هل هناك دور مؤثر وفاعل للسخرية السياسية اليوم في تغيير الواقع؟ نعم. ألو أسمعك عماد. ألو أنت على الهواء يا عماد. ألو عماد تكلم أنت على الهواء تفضل. السخرية فيها تعبر على الشعب وتعبر عن النفوس اللي ما حد يقدر يطلعها. والخاطر حينما يجد الإنسان على التعبير بشكل صريح واضح يتجه للسخرية فانا يستتر من خلفه. كم عمرك يا عماد؟ 18. طيب من تتابع من العاملين في مجال السخرية السياسية، من تفضل من الموجودين حاليا؟ أتابع ولا نقص وأتابع محمد الأضرعي. طيب أشكرك، أنا كنت أتمنى أن أطيل معك لكن لم يعد لدينا الكثير من الوقت وأنت تنتظر سماع صوتك في التلفزيون، شكرا جزيلا لك عماد. نذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب. زادت الأوضاع سوءاً لالتجأ الشعب اليمني إلى النكتور الصخرية كالمتنفس الوحيد الذي يبوح من خلاله بهمومه ويعبر عن معاناته بعيداً عن السلطة والرقابة، حيث تكسب هذه النكت الصخريات سرعة إيصال الرسالة بأسرع وقت، وتستخدم هذه العملية في استقطاب شرائح بعيدة عن العمل السياسي وتسهل الوعي ونشر الثقافة دون تكلف. تأتي النكتة كمجال من مجالات التنفيس الصحي والتعبير عن الرفض للعنف والاستبداد ومواجهة الخوف والتأثيرات السلبية والقهر والتي يتمثل خطرها في الكبت وارتداده السلبية على الذات الإنساني، لكن تعمل النكتة على إبقاء الروح حية رغم إطالة أمد المعاناة والحروب، وتساعد الناس على التحفيز الدائم لمواجهة الأساليب القاسية التي تنهك طاقة الجمهور والمجتمع. هناك نموذج يمثل السخرية والنكتة والهز من القرارات الحكومية وهو نقابة الموالعة اليمنية في الفيسبوك، وهي في الواقع سلاح يعتمد عليها اليمنيون بكافة أصنافها وأشكالها، حيث إن الموالعة يشكلون معظم المجتمع اليمني. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب كتعليق حول السخرية السياسية وتأثيرها والفعل الذي تحدثه اليوم في المجتمع ولماذا يتجاوب معها الناس. نحاول التواصل مع الزميل كرم باحشوان مقدم برنامج ولا نقص البرنامج الساخر الذي يذاع على قناة بلقيس. كرم كيف الحال؟ كرم ألو كرم مرحبا بك. أهلا يا كرم، باقي دقيقتين وأنا أصرت أنك تكون معنا على الهواء. كرم على آخر الحلقة تفضل يا ثاني. طيب يا كرم الوضع الحالي مناسب للسخرية السياسية أكثر؟ هل تعتقد ربما التركيز الأبرز اليوم على الانقلاب والذي حدث، هل السخرية السياسية استطاعت أن تحدث شيء وتؤثر وتغير من وعي الناس؟ أنا أول حاجة شكرا لك وشكرا للمتابعين. بالأول أنا في أتوقع أنه في تناقض في الواقع السياسي ومتواجدة في كل الأحوال في كل التواريخ في كل على كل مرور على كل مرور التصور السياسي الذي من بيانات السياسية التي حصلت تعطي لنا بيانات أخرى، فهذه التناقضات السياسية من المتوقع أنها لابد أن نستمر في تقديم البرامج الصخرية وما لهاش أي مدة معينة. طيب باعتقادك ما هي أبرز القضايا ربما الأهم التركيز عليها ويعني من خلال السخرية السياسية اليوم؟ أتوقع أنه في الواقع الحالي هي القضية الأولى والمهمة هي ميليشيا الحوثي والميليشيات الإنقلابية وكل من يعارض مشروع اليمن الاتحادي الجديد.
هو من الضروري أن نركز عليها في هذا الوقت من البرامج الساخرة، من المنشورات الساخرة، من الفيديوهات القصيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، هي أكثر شيء ممكن نسلط عليها في هذا الزمن. طيب في مجال السخرية قد يكون مقبول ربما التجاوز ربما بعض الأحيان من قبل الناشطين العاديين في وسائل التواصل، في البرامج التلفزيونية والتي تدخل إلى كل بيت كيف يمكن يعني التمييز بالخط خط الشعر الفاصل ربما حتى لا يتم التجاوز والتعدي ربما والتعدي على الحرية الشخصية ربما، كيف يمكن فعل ذلك؟ ممكن تأدري السؤال معلش أستاذ سامي مع سمعتك تفضل. بالنسبة للسخرية السياسية اليوم ربما قد يكون مقبول بعض التجاوزات ربما من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في البرامج التلفزيون التي تدخل لكل بيت كيف يستطيع مقدم ومعدي محتوى هذه البرامج الساخرة من الإمساك يعني وعدم النزول إلى ربما تعدي على حريات شخصية أو الإساءة للبعض؟ أتوقع أنه الكوميديا السوداء والتناقضات السياسية التي تكون عبر الإعداد في البرامج وتقديم المحتوى لابد أن تكون، أتوقع أنها لا تعاني أبدا من الإسفاف الفكري أو نتعدى عن حدود قيادي سياسي في نزول له بيان أو له فيديو. أتوقع أن الكوميديا السوداء هي عبارة عن تناقضات سياسية من الواقع الحالي. سؤال أخير يا كرام، ما هي معيار النجاح التي تعرفوا من خلاله أنه البرنامج هذا نجح أم لا، حقق تأثير عند الناس أو لا؟ شوف يا سامي، النجاح أعتبره أنا لا أعتبره أبدا في عدد الفيورز أو الفولورز في اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أرى أولا أنه البرامج السياسية الساخرة أو البرامج الترفيهية هي مضمونها للمشاهد أولا، وثانيا تكون للقادة السياسية أو ما يتم تناوله حول قضية معينة. إذا نجحت مثلا في برنامج ولا نخص في الموسم الأول في الموسم الثالث والرابع، كنا مصرين على أن نتجنب كل التناقضات السياسية من المراحل السياسية في اليمن في عام 2017. كرسنا مع الإعداد وكرسنا في البرنامج على أن نناقش تناقض ميليشيا الحوثي مع شراكتهم مع كرام. أنا مضطر قاطعك، نكمل أنا وأنت الدردشة بعد البرنامج، الآن باقي وقت قليل فقط للنشرة. شكرا جزيلا لك كرام باحشوان مقدم برنامج ولا نقص على قناة بلقيس. الشكر موصول لكل مشاهدي ومتابعي هذه الحلقة ولكل من اشترك معنا في هذه الحلقة. تحية طاقم البرنامج ومعد البرنامج زميل عمر نهم، في أمان الله.